اليابان لا تستخدم هذا استخدم هذا، لا تستخدم الصيني. بالمناسبه مرات مبيدات اسمه الكاسح والماسح ذني اسماء تجاريه، شوف حضرتك تضحك. نعم. والله العظيم موجوده باسماء تجاريه، هاي ما لا تستخدمها ذني بعض الاحيان وان كانت نفس الماده فعاله. ترى المواد المسرطنه هي شلون تدخل هي بالمواد المضاده تدخل بطرق غير شرعيه، غير قانونيه، غير شرعيه، ومستحيل السيطره عليها. دول عظمى، دول عظمى بها هاي، وعندنا منافذ غير رسمية، وعندنا منافذ غير رسمية، وعندنا مع مع ايضا مع الاقليم، وعندنا طرق بريه فيدخلون. بس بس لمن 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 انا يعني اقدر اسيطر ب 85 90%، بس لما يصير عندي وعي عند الفلاح، وهي جدا مهمه، يصير عندي وعي عند الفلاح. هذا اذا ما يشتري فلاح التاجر السوق السوداء يدخله ما راح يشتري، بالعكس اكو طلب عالي. لا 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 ما راح يدخل اللي عنده وعي، يقول لك هذا حرق لي النبات، او هذا الخلطه مالتك حتاثر لي مستقبلا، تظهر لي صفه مقاومه او ما ياثر بشكل كامل. فانت جبت بطريقه غير مشروعه ونزلت للمكاتب، قسم من عندهن عن طريق لجان المتابعه انحجرت وغلقت المكاتب، وجزء منها بقى بالسوق، موجود بالسوق. بس اوعي الفلاح ايضا بهالجانب، هاي ما راح تنباع، حصير لك اسمها راح تنتهي بعد ما يقدر يجيبها، بعد ما حيضطر وين؟ حجبر التاجر ان يلتجئ الى الطرق السليمه او الطرق الصحيحه في جلب المبيدات.